اخبار اليوم. استاذ احمد ابو هشيمة، اهلا بك معنا في بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا. كنا عايزين نسال النهارده احساسك ايه وانت قاعد في وسط الشباب وعمال يسالوك عن قصه حياتك في جامعه عين شمس؟ الطبيعي ان الشباب انا قلت زي ما انا قلت، الشباب هم الكنز الحقيقي لمصر، وان يبقى عندنا 60 مليون شاب ده اعز ما تمتلكه البلد، وهم اللي بيبنوا البلد وهم الامل، وهو الجيل اللي هيبني هيقع عليه مسؤوليه الاستراتيجيه اللي الدوله عاملاها 2030. وانا قلت لهم كلمه، قلت لهم التاريخ هيذكر لو الدوله في عهدكم بقى عدت من عنق الزجاجه وبقت مصر الحديثه، والدوله والتاريخ عمره ما هينسى لو حصل للبلد دي حاجه. دي مسؤوليتنا كلنا، والشباب جزء مننا بل الجزء الاكبر. فطبعا انا بشكرهم جدا على الندوه، ودي تاني ندوه بعد جامعه القاهره، ف يعني انا مبسوط جدا من الندوات دي، لانها بنحاول نقول للشباب الرسائل الحقيقيه، لا ياس، في اراده ممكن توصلي، في ممكن يبقى كتير جدا زي احمد ابو هشيمة، وكان معنا الكابتن احمد حسن النهارده، ممكن يبقى ان شاء الله ملايين الشباب يمكن زينا واحسن، لان الدوله بتساعدهم جامد جدا دلوقتي، الدعم كبير جدا دلوقتي. قلت لهم ال 200 مليار قرض ده ما على ايامنا ما كانش فيه، لما اتخرجت سنه 96. فالنهارده رئيس الجمهوريه دايما بيتكلم على الشباب، الحكومه بتتكلم على الشباب، مساعدين وزراء شباب، الكلام ده ما كانش موجود. فانا بقول لهم انتوا جيل محظوظ، استغلوا الفرصه عشان تقدروا ان انتوا محدش يقول انا مش لاقي شغل، لا، اعمل مشروعك، جمعوا بعضكم، اعملوا خمسة ستة، كل واحد يعمل مشروع، الدولة هتساعده. ولو ما ساعدتوش، ما كانش فيه مساعدة المطلوبة، يبقى الدولة بتقول اي كلام اي كلام. والدولة ما بتقولش اي كلام. الدولة النهاردة كنت مثلا بالصدفة قاعد مع وزيرة الاستثمار، وقالت لي، قلت لها انا عايز ابلغ رسالة ايجابية للشباب، قالت لي الرئيس الجمهورية ما عندوش غير الشباب. عملت ايه في ال 200 مليار؟ التسهيلات على الشباب اللي عايزين يعملوا مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر، وحتى اللي فوق الصغيره شويه. فقالت لي لو كل خمسه يعملوا مشروع احنا هندعم وهنحل المشاكل كلها، ودي فرصه طيبه جدا جدا، لان الشعب كله، الشباب كله يشتغل، وكله يبقى عنده امل، وكل حاجه بتبدا صغيره جدا وبتكبر. هل الاستاذ احمد ابو هشيمة هيكمل مع الشباب لحد الاخر؟ في الاخر الحقيقه والاحساس بيبانوا، يعني مش انا واحد بمثلهم، وانا واحد منهم، واحد ابتديت من الصفر، فانا زي حال ملايين الشباب اللي عايزين يبتدوا حياتهم، فانا مش هقدر امثل عليهم، لان انا بمثل قطاع كبير منهم اللي هو بيبتدي من اسره متوسطه، من اسره فقيره، من اسره حتى يعني انا والدي ما ادانيش جنيه، فانا بعتبر ان انا ابتديت من تحت الصفر مش من الصفر. فلا امثل ليه يعني؟ ما فيش الكلام ده. بقى في انتقادات لرجال الاعمال في حته ان هم حضرتك مركز الفتره اللي جايه على بس القرى الفقيره بس، هل في مشاريع تانية تخص في مجالات تانية للناس الفقيره او الناس التعبانه او العيال؟ لا، اصل القرى الاكثر احتياجا دي اولا 40 قريه، قريه بتخلص في شهرين ونص ثلاثه، فموضوع مرهق جدا وبياخد، يعني احنا القريه كانت في الاول بتاخد 7 شهور، دلوقتي شهرين ونص. فانا ان شاء الله التزمنا ب 40 قريه نخلصهم، بعد كده نشوف بعد كده ممكن نكمل في موضوع القرى الاكثر احتياجا ولا نعمل ايه. بس في الاخر العمل المجتمعي ده واجب علينا، وبنتشرف ان احنا بنعمله، والناس الاكثر احتياجا دي ناس اخواتنا واهالينا، وما نقبلش ان هم يعيشوا العيشه دي، فاحنا يعني بنبقى مصرين ان احنا نروح لهم ونخلص ونعمل بيوتهم ونعمل القريه على احسن ما يكون، ونروح نفتحها، لان في الاخر كلنا مصريين. قلت في المؤتمر ان انت اخترت حلايب الفتره الجايه، اشمعنى حلايب بالاخص؟ ما انا قلت حلايب مصريه مصريه مصريه. شكرا.